بالنهاية إن شاء الله. هاي. تعرفهم فكان مش كيف عليهم بس يوم الجزائر ولا حقها. شعور تاعي اليوم ولاو جدودنا ولاو خوالي ولاو جدودي ولاو عمومي فيهم كلش. الحمد لله يا ربي، الحمد لله رجعهم لبلادهم، اللي رجعهم لامهم الجزائر الحبيبه. المختار بالقدر تتراوي، هذا تتراوي، هذا هو اللي عندنا احنا، اللي رجينا ما جيناش قاع اللي جاوا، جينا كاع اللي جمعت له معاه، فهمت؟ وهذا افتخار لنا وللوطن الجزائري. ماهوش يطيلينا احنا، احنا وين نبانو؟ هذ الناس ناضوا البلاد كامل، ها هو اليوم ظهرت لنا امور اللي ما يعرفوهاش الاجيال هذي، ها ان شاء الله اليوم يعرفوها، اليوم يعرفوا بلاد واش راه كان فيها. اليوم احنا رانا مسرورين ومعتزين وفخورين برجوع الرفات، لان هذا كان نتاج عمل كبير، ماهوش وليد الساعه، ناس بزاف كانت تخدم. وحنا يا افراد العائله تاع يعني لي ديسوندون تاع سي مختار بن قويدر التطراوي، احد الموجودين الجمجمه تاعهم هنايا، عندنا سنوات وحنا نطالبوا باسترجاع الرفات نتاعو. اليوم الحمد لله تحقق هذا الحلم، وماهوش ما كانش غير المطلب نتاعنا، كان المطلب تاع كثير من العائلات الجزائريه وكثير من الجزائريين حتى اللي ما عندهمش يعني اهالي في وسط الرفات هذو.